هو ده السخان 2500 بعد ما فكينا الرول العلوي والرول السفلي. اول حاجه هناخدها في السخان اللي هو المنفذ والمراقب. فاكر في مرحله التسخين كان مين منفذ؟ الرول العلوي والرول السفلي. الرول العلوي والرول السفلي. كنا بنعرف العلوي ازاي والسفلي ازاي. العلوي ده كان في وش الكلام والسفلي في ظهر ظهر الكلام. الكلام فاللي كان في ظهر الكلام اللي هو اللي لوحده، الرول اللي هنا لوحده اللي هو الاسود ده كان متركب هنا كده، ده الرول السفلي لان ده في ظهر الكلام، والسخان بيركب كده اهو المكنه، والكلام بيكون الاتجاه اللي هنا والظهر ده، فالظهر هنا على الرول السفلي والوش على الرول العلوي اللي هو هنا اهو كده برضه مكانه. فده الرول العلوي اللي هو الطريق، وده الرول السفلي اللي هو كان في لمبه. طيب في رول تالت هنا اهو، ده رول التسخين. ليه رول التسخين؟ لان في لمبتين، ده الرول اللي بيحصل فيه التسخين. طب ازاي التسخين بيتم؟ في المكنة التانية كان ده فيه لمبة وده مفيهوش لمبة، هنا العكس، ده اللي فيه لمبة وده مفيهوش لمبة. طب ازاي هسخن وش الورقة؟ اللمبتين اللي هنا اهو اللي في الرول التسخين بيسخنوا عادي زي السخان اللي فات، وبيدوها للسير الحراري. تمام. السير ده ياخد الحرارة يحتفظ بيها، وبعد كده يروح يسلمه لمين؟ للورقة. للورقة اللي جاية في الوش ينشف الحبر عليه. بعد كده يروح للتجفيف للرول التسخين، ياخد منه ياخد منه الحرارة ويروح ينقلها للورقة. طيب في واحد تاني لمبه في الظهر، طبعا اللمبه دي مساعده للتسخين لان المكنه ليها الوان، الوان يعني فيها اربع طبقات حبر على بعض، في اصفر واحمر وازرق اللي هو اسمر على بعض كلهم الاربعه، فلازم يسخنوا من الظهر ومن الوش، اهم حاجه الوش بس الظهر دي بتكون مساعده ليهم. خلاص. طيب طب استوى بقى اليوم كده الرول العلوي والرول السفلي، نخش على المراقب. مين المراقب في المرحله دي؟ حساس السيرمستر والسيرم فيوز. السيرمستر والسيرم فيوز. طيب في هنا ثلاثة سيرمستر وفي ثلاثة سيرم فيوز. عرفت ازاي هم ثلاثة وثلاثة؟ لأن في ثلاث لمبات. لأن في ثلاث لمبات، أنا ماليش دعوة إن أنا شايف. في كام لمبة؟ في ثلاث لمبات. كل لمبة ليها سيرمستر وسيرم فيوز. ففي كده ثلاثة سيرمستر وثلاثة سيرم فيوز. فين هم السيرم فيوز؟ أدي أول واحد، أدي ثاني واحد، وأدي ثالث واحد. هنا أول واحد لمبة الإطراف. لو بصينا في اللمبتين دول هنلاقي السلك هنا متكثف على الاطراف، متكثف على الاطراف، وهنا في النص ضعيف. اللمبه دي العكس، الاطراف ضعيفه والنص هو اللي قوي. ففي سيرموفيوز للطرف، لمبه الطرف، وسيرموفيوز للمبه السنتر اللي هي لمبه الوسط. واللمبه اللي هنا دي بتاعت الرول بتاعت الرول السفلي كلها بتسخن تسخين واحد، كلها زي بعض، فعامل سيرموفيوز هنا اهو. طيب السيرمستر اللي هو بيقيس درجه الحراره، طبعا ده اللي بيحصل للحراره. طب اللي بيقيس درجه الحراره لازم يكون في ثلاثة برضه. هنا أول واحد أهو بتاع اللمبة بتاعت الرول السفلي اللي هي لوحدها دي. اللمبة اللي هنا دي تمام أول واحد. اللي بيقيس درجة الحرارة اللمبة اللي في الرول المساعد اللي في الرول السفلي معلش. طب اللمبتين التانيين لازم اتنين سيرمست. هنا أول واحد أهو. فاكر الكفر اللي أنت فكيته؟ متركب هنا أهو. فاكره حتى أنت فكيت السلك منه. فده اللي بيشوف لمبة الأطراف. بيقيس درجة الحرارة بتاعت لمبة الأطراف اللي هي بتسخن الطرف، طرف الورقة على اليمين والشمال. طيب كده فاضل سيرمستر اللي هو بتاع لمبة الوسط السنتر. فين هو السيرمستر التاني؟ ده مش في السخان، عاملينه في المكنة. اسمه برضه سميه سيرمستر، ليه اسم مختلف بس انت سميه سيرمستر. فين هو؟ تعالى بص عليه. هو ده هنا اهو. ده السيرمستر التالت بيكون في المكنة. طب بيشوف الحرارة ازاي؟ عاملين له فتحة في الشاسيه.